وقال عن إسرائيل ديمقراطيين، ما دام إسرائيل ديمقراطيين يقتلون الأطفال ويقتلون النساء، لا عندهم سلاح ولا بيديهم سلاح، يقتلون النساء والأطفال ويهدمون بيوتهم ويحرقون مزارعهم، وهذه هي الديمقراطية هكذا؟ لو هي عندي هني أديت عليها ثمن باخص لأجل تنشل وترمى بحر. ما بهذه الديمقراطية؟ شو هالديمقراطية؟ الديمقراطية العدالة، الديمقراطية الحنان على الإنسان، على الإنسان الرفق بالإنسان، مو بهاي الديمقراطية. كذي أعوذ بالله، قاتل الله الديمقراطية ده هيكله مثل واقعها لنشوفه، قاتل الله، والله ما يبعد.